رغم الخسارة من فرنسا أبتسم وفخور. نعم المغرب خسر مع بطل العالم مع حامل اللقب، بس قبلها طلع بطل العالم السابق إسبانيا، وطلع ثاني تصنيف العالم بلجيكا، وطلع البرتغال بطل أوروبا، وهزم كندا، ووصل لنص نهائي عليه هدف. الناس بتقلك بالحظ، أي حظ؟ 28 منتخب صيفوا، أوروغواي حاملة بطل العالم مرتين برا، وضل المغرب. هذا ما إجا من فراغ، قبل ما نتأهل لكأس العالم كان بدنا الدور الثاني، مع المغرب صار بدنا كأس العالم. هم اللي خلونا نحلم، فخلينا نوقف معهم فايزين وخسرانين. هم الآن واحد من أربعة بالعالم، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي عم بيشكك يشرب من البحر. خلانا على الأقل نحلم إنه إحنا ممكن نكون في نصف نهائي كأس العالم. شكرا لكل المغربيين وشكرا لهذا المنتخب، وعن جد مش عارف شو بدي أحكي يعني، والله شكرا شكرا عن جد، شكرا لمنتخب المغرب، شكرا لهاي الجماهير كلها، شكرا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.